رمضان كريم وتصوموا وتفطروا جميعا على خير إن شاء الله. شاكرين لمعالي العمدة والأهل في منطقة الرياض بلدية الرياض، شاكرين لهم استقبالنا وإتاحة الفرصة لنا أنه إحنا نشترك في عبر عمال شنقيتيل، أنه نقوم بجزء من دورنا المجتمعي وجزء مما ننظر إليه كمسؤولية تجاه المواطن الموريتاني العزيز علينا والدولة الموريتانية اللي يعني لن نال جهد إن شاء الله في أنه إحنا نحافظ على القيام بواجبنا تجاه الدولة وتجاه المواطنين. نحمد الله أنه في هذا العام المجهود الذي قامت به القسم المسؤولية المجتمعية في شنقيتيل هو مجهود قامت فيه توزيع سلات رمضان بمجهود الموظفين والعمال في الشركة، مجهود خالص. نشكر لهم جميعا جهدهم وتنسيقهم مع كافة الجهات ومع حضرتك السيدة العمدة، انه هم قاموا بدورهم كإحساس منهم ولأول مرة انه تقوم بها شنقيتيل في عن طريق موظفينها، إحساس خاص خالص منهم بدورهم في تنمية المجتمع والمساهمة المجتمعية بالنسبة لهم. ونسأل الله انه ربنا ييسر الأمور اكثر واكثر، انه الشركة والموظفين والقائمين على هذه الأمور ربنا يتقبل إن شاء الله ويعظم الأجر. ونشكر لكم جزيلا ومرة ثانية رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. أتمنى لكم رمضان مباركا، صوما مقبولا وذنبا مغفورا إن شاء الله. وإحنا فرحين اليوم إن هاي أول مرة تشركنا شراكة مع شركة شنقيتيل، راجي إن شاء الله أن تعود هذه خطوة في سفر طويل بيننا، وبالتالي هذه العائلات الضعيفة لها حاجة في المساعدة، وكل ما شاف هي بحاجة إليه. المهم هنا الرمزية من نفسه، الإنسان من نفسه قابل يساعد، هذه رواية مهمة. لكن لا يساعد به كامل إن شاء الله يتقبل مولانا.